فأنا بجيب لكم قصيدة من الفن الجنوبي ومن العرضة الجنوبية. ونعم. طبعا لما تسمع البيوت الأولى وتسمع الرد تقول الرجل هذا يعيد نفس الكلام، لكن هذا يسمونه عندنا الشقر، وهو مأخوذ من الجناس. اي تشيله لنا تعلمنا بالحنة. اي نعم ان شاء الله. سلام. يا لا 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 لا. ركزوا معي في الكلمات لأنها متشابهة. تمام. لا تقولون هذا ما يعرف يقول شيء. لا الجناس معروف. يا لا 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 كان عطانا الله على نيتي. النية هنا. نعم. والثاني الإعلان. قطعت بقدامي حفا ورمضان، من فضل ربي ما حسبت الخطأ، أنا عنيت وجيت لك وأنت تسامح، لكن عطانا الله على نيتي. على نيتي. اسمحوا لي بعيدها لكم علشان الرد تفهمونه. تمام. قطعت بقدامي حفا ورمضان، من فضل ربي ما حسبت الخطأ، أنا عنيت وجيت لك وأنت تسامح، لكن عطانا الله على نيتي. الرد يقول يا لا 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 لا، وش يمنعنا نجتمع وأنت تسامح، أعلنتها واسمع على نيتي. في ليلة الجمعة وشهر رمضان، مسموح يا راع الزلل والخطأ، وش يمنع أن نجتمع وانت تسامح، أعلنتها واسمع على نيتي. سلامة الجميع. يا سلام. شوف عاد رمضان وليلة الجمعة، عاد الخطأ وعاد على نيتي. الأول على نيتي أنا النية، والثاني أعلنها. أعلنها على نيتي. والثاني الأول هالخطأ والثاني هالخطأ. بيض الله وجهك، صحة لسانك أبو عبد الله على هالكلام الجميل. الجناس فن يتميز بالقدرة اللفظية. نعم.